احنا راه ما عندنا حتى شي مشكل مع السيد رئيس الحكومه. بالمناسبه انا كنشوف اسمحوا لي كنشوف في الفيديو شي تعبيرات معاديه للسيد رئيس الحكومه عيب تكون في المغرب وحشومه ما خصهاش تكون. وكنعرف بلي داك الشيء الراجح وراءه جهات معينه واشخاص معينون شي تيشتموا شي تيلعنوا شي هادشي هذا ماشي معقول. هذاك راه رئيس ديال الحكومه ديال المملكه المغربيه وعنده تعيين ديال جلاله الملك. الى المغاربه ما متفقينش معاه يقول له هلو، الى بغاو ينتقدوه ينتقدوه، الى بغاو يحتجوا عليه يديروا مظاهره ولا يديروا وقفه احتجاجيه باش يبداو يسبوه ولا يشتموه ولا يسبوا لوالديه ولا كيسبوا لوالديه. واحد السيد ريت انت ما شفتيهش ما شفتيهش احمد الله لا كاينش كاين كيعير له الوالده ديالو اللي هي الراجح امراه توفيت الله اعلم سواء كانت توفيت او كانت لا تزال على قيد الحياه. هادشي هذا عيب المغاربه يوصلوا له. انا شخصيا يعني منزعج جدا 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 من هادشي هذا، لان حنا واحد الشعب اللي ما كيستحقش يوصل بيناتنا الكلام لهاد الدرجه هذه. انتقدنا رئيس الحكومه ديالنا انتينو لا انتقدوه بطريقه معقوله ما نوصلوا للسب والشتم. يمكننا نعبروا له على اننا انا سمعت واحد السيد كيتكلم بالشلحه، انا ما كنعرفش الشلحه ولكن فهمت واش تيقول. تنتقدوا ولكن ما سبلوا لا با لا 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 رسول حتى شي حاجه ماشي معقول هادشي. اذا انا تنبه انا تنبه ما نبهش داك الدري وما غنبهش داك داك الفرقه الموسيقيه اللي ربما كانت كتقول داك الشيء ولا هذاك غير مونتاج ويغلبوا على ظني انه مونتاج. ولكن نبغي نقول للناس اللي مورا هاد الشيء شكون ما كنتي وحشومه عليكم. بلادكم هذه رئيس الحكومه ديالكم هذا حتى الا كان خاصو يمشي راه حتى المشي ديال رئيس الحكومه راه تيكون بالقاعده ما تيكونش الذهاب ديال رئيس الحكومه بالسب والشتم والمعيوب. ولهذا انا هذه واحد الحاجه بقات فيا وكنستغل هذه الفرصه وكنستافد منها باش نقولها. ولكن بالمقابل كيبقى هذا الاشكال ديال هذه الارباح غير. بالمناسبه انا راني ما متفقش مع الاخوان اللي كيقولوا بغاو يحبسوا الارباح ديال الشركات. اللي بغى يربح يربح. الا انا شريت المازوت ب 10 ديال الدراهم وقدرت نبيعه في السوق ب 12 درهم هذاك غالي وانا اللي ربحت. اللي ما بغاش يشري من عندي ما يشريش من عندي. ولكن المشكله شنو هي؟ هي الا اتفقنا باش نديروا الاحتكار. لانه ملي كنقولوا ما نديروش المنافسه معنى اننا كنديروا الاحتكار والاحتكار حرام. تيخصنا تكون المنافسه وديك الساعه تقدر تكون المنافسه. الاثمنه بطبيعه الحال غادي تنزل. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.